مرحبا. فيلم كوميدي مصري صادر عام 2021، معكم أبو يوسف من قناة ملخص أفلام. اشترك بالقناة ليصلك كل جديد. بداية الفيلم في مجموعة من الأشخاص داخل قطار، من بيناتهم ألفت بتنزل من القطار وكأنه في شخص بلحقها، وبالممرات بتحس إنها مراقبة من شخص مجهول، والخوف باين على وجهها، وفعلا بتم اختطافها. وبتصحى وبتلاقي حالها بمكان مخيف وغير معروف، والشخص المجهول هو السفاح، وبكون حاطط آلة كهربائية على راسها وبشغلها وكأنها زي آلة تعذيب وبقتلها. والآن تبدأ قصة الفيلم. هذا أحمد صحفي فاشل، رن عليه صديقه شاكر وحكاله في قطارين رح يلبسوا ببعض، وإذا ما صورنا الحدث المدير رح ينفخنا. بس أحمد علقان في أزمة سير وما إله غير صاحب الدراجة، وعطاه 1000 جنيه وحكاله بدي إياك توصلني المزلق. قال خلال دقيقتين باين 1000 جنيه إلهم قيمة، وما بعرف قديش بالدولار بس شكلها فلوسة حلوة. المهم ركبه وطار فيه، وفعلا وصل بالوقت الغير مناسب، والقطارين عدوا بسلام. بس في واحد منهم من الفرامل متعطلة ومش قادرين يوقفوه، وأحمد عشان ما يضيع الخبر مسك شاكر ونطوا على القطار، وظلوا يمشوا عبين ما وصلوا سائق القطار، وعملوا معه لقاء سخيف جدا ومش وقته خالص. وآخر شيء همه الوحيد زي همي أنا لما أخلص كل فيديو، شوفوا معنا بعد إذنك. ده بيبص للسادة المشاهدين وقول لهم يعملوا لايك وسبسكرايب للموقع. هقول لهم إيه؟ يعملوا سبسكرايب. أعملوا لك استرايك للبتاع. وقول لهم يفعلوا زر الجرس. جرس الفصحى أنت الآخر، هموت إيدك معايا. والشرطة لقت جثة ألفت، والدكتورة عبلة بعد الفحص اتأكدت انه السفاح هو القاتل، والشرطة بدوروا عليه من زمان، وكل ما بلاقوا جثة بتكون ناقصة يا ايد يا رجل. وغير هيك السفاح هاوي شهرة وبصور الضحية وبنزلها على مواقع التواصل الاجتماعي وما بترك اي دليل وراه. هنا إدارة الموقع بتحتفل بالإنجاز العظيم اللي سواه أحمد وشاكر، والفيديو اللي صوروه جاب 15 مليون مشاهدة، وهذول الاثنين متحمسين للمكافأة وكل فكرهم مكافأة مالية. بس يا خسارة طلعت مكافأتهم دروع بلاستيكية، والمدير مبين عليه نت النتانة، ورجعوا للمدير وحكوا له خذ دروعك دي عايزين فلوس، ومش حنرضى أقل من 37,000 جنيه لكل واحد منا. حكالهم هم 7,000 جنيه لكم الاثنين. وفجأة سمعوا خبر قتل ألفت، والسفاح أخذ منها جزء من جسدها، والشرطة مش راضي تحكي عن الجزء الناقص من جسدها لسرية التحقيق، وأكيد الناس بدها تعرف شو ماخذ منها السفاح. وراحوا للمشرحة بحجة انه ابو شاكر عامل حادث ومات، وجابوه هنا للمشرحة، وبعد ترجاي وعياط، وبالاخر ما ينفعش يا باشا، طلع 200 جنيه وعطيهم كده ينفع يا باشا. وفي على باب غرفة المشرحة شرطي، واحمد عرف انه جثة ألفت بهاي الغرفة، وخلى شاكر له الرجل وتنكر بثوب دكتور متدرب، ودخل الغرفة وصار يدور بين الجثث المحروق واللي مقطوع راسه، وآخر شي جثة ألفت، وتأكد منها وشاف رجلها مقطوعة وفورا صور فيديو وأكد إنه الجزء المفقود من جسدها هي رجلها الشمال، وحس في حدا دخل الغرفة وهي الدكتورة عبلة، ومن الروب اللي لابسه فكرته متدرب وأخذته معها ليساعدها بتشريح الجثث. وهو طبعا أول مرة بشوف هيك مناظر على طبيعتها، وما قدرش يتحمل صعوبة المنظر وتخيل كل اللي حواليه زومبي، وما صحي إلا بعد الدكتورة عبلة شمطته كف، وبالظاهر إنه أعجب فيها، واللي سواه أحمد ضر الدكتورة عبلة وحولوها إلى تحقيق ووقفوها عن العمل. وأجت سيدة على الضابط وبلغت عن اختفاء بنتها، وأفادت أختها إنها كانت بالقطار جاية عليهم، وأثناء المكالمة بيناتهم انتبهت على شخص نظراته مخيفة وصورته وبعتت لها إياها وورجتها للضابط. هنا عبلة راحت لمدير الموقع وشرحت له عن المصيبة اللي عملها أحمد، مما أدى إلى توقيفها عن العمل وتحويلها إلى التحقيق، وإذا ما بنحذف الفيديو ويطلعوا بفيديو اعتذار راح تشكي عليهم عند نائب العام وتسكر لهم الموقع. بس أحمد ما عجبوش كلامها المستفز، وكل همه إنه الفيديو جاب 17 مليون مشاهدة، عقبال فيديوهات يا رب، وبطلع له منهم 40,000 جنيه. والمدير سابهم يحلوا مشاكلهم مع بعض، وفهمها انه شغله هذا بحل كثير من القضايا لدى الشرطة، وبكره عنده حوار مع البروفيسور بعالم الإجرام واسمه نادر خربطلي، وهو راح يعطينا تحليل عن السفاح. ونشرة الأخبار نشرت صورة اللي كانت بعتيتها الضحية إلى أختها، واتضح انه اسمه خميس وكل الشبهات ضده، وعليه قضايا التحرش ونشل وسرقة، والسفاح الحقيقي كان يشاهد هو مبسوط انه ما حدا كشفه. وهذا هو نادر عايش حياة ريفية جميلة وعنده أكمل معزة وبدلحن وبتسلى معهن،
ورأيه عن السفاح إنه معقد من جنس النعل وبده يوصل لهدف معين، وحكالهم الولد خميس هذا مش السفاح، هذا كبير ويتحرش في أنثى، يسرق ينشل، أما يعمل الجرائم هاي كلها لا. ومن الصور هاي استنتجت إنه السفاح أخذ من الضحية الأولى القفص الصدري، ومن الثانية الإيد الشمال، والثالثة إيد اليمين، والرابعة الرجل الشمال. يعني السفاح هذا بده يكون جسد، يعني لسه في كمان ضحايا ثانيين يكمل هذا الجسد. والشرطة لقت جثة الأخيرة ومعها جثة خميس، ولقوا اعتراف كاتبه بكل جرائمه، وهيك السفاح الحقيقي قتل خميس ورمى كل التهم عليه وخلع. وأحمد صدق إنه خميس هو السفاح، بس عبلة عندها رأي ثاني، ولما شاكر قابل زوجة خميس وحكالها عن الاعتراف اللي كاتبه بخط إيده، يتفاجأ بإنه خميس أمي لا بيعرف يقرأ ولا يكتب، وهذا الشيء أكد لهم إنه السفاح لساته حر طليق وما بيقدروا يبلغوا الشرطة لأنه دليلهم غير كافي ولازم يلاقوا دليل أقوى. وراحوا بسرعة لمنزل السفاح ولقوا داخل البانيو دمية وأخذوا لها أكمن صورة، ولقوا كمان شنطة مخبية مكان سري وهي عبارة عن كتب وروايات. وتحليل نادر إنه خميس لا يقرأ ولا بكتب وما راح يكون عنده كل هالكتب، وفي رواية معينة ومدقق على جملتين ألا وهي إن النفس تتشوه حين تكون في جسد الناقص، والجملة الثانية لم أشعر بذمامتي من قبل الآن، وكلما قارنت بيني وبينك لم تتمالك نفسي من الإشفاق. واتضح من كل الفيديوهات اللي بيصورها لضحايا انهزاز بالكاميرا وكأنه في إصابة بقدمه وبعرج منها. وشاكر اخترق موقع الكاميرات المترو ورجع الكاميرات لتاريخ انخطاف السيدات، ودققوا على رجل موجود بجميع الفيديوهات وتأكدوا انه السفاح من عرجته. وهنا نادر شرح لهم تحليل السفاح بالكامل وأشر لهم على صورة احدى بندردام، والرواية هاي مفضل لدى السفاح، حتى الجمل اللي كان مدقق عليها بالرواية بتحكي عن الإعاقة والتشوه الجسدي والنفسي. والدمية اللي لقوها داخل البانيو لابسة لبس أزمرالدا في فيلم أحدى بندردام، وهي بتكون حبيبته وحبته رغم إعاقته. وأجت في بالهم خطة إنهم يجسدوا رواية أحدى بندردام على أرض الواقع، وعبلة هي الضحية وأحمد هو أحدى بندردام، وهذا الشيء سبب مشاكل عند أحمد، كل شخص بشوفه بخاف منه وبهرب، وآخر شيء الناس ضربته وقعدوا أسبوع كامل بمحطة القطار على أمل العثور على السفاح. وآخر شيء السفاح شاف أحمد، ونادر وشاكر كانوا مراقبينه وحكوا لأحمد يبلش بالخطة وإنه وراه، وفعلا راح مثل إنه خدر عبلة وخطفها بالسيارة وراح لمكان سكنه، والسفاح وراه خطوة بخطوة ومثلوا إنه بقتلها قدام السفاح. هنا صار يزقف له وسعيد جدا بشوفته، وعرفه عن حاله وحكاله أنا تلميذك الدكتور نظمي، وفورا باس إيده وحب يتعرف عليه وسأله عن اسمه وحكاله أنا اسمي أحمد نادردان، والدكتور نظمي ورجاه رجله وهذا مرض يسمى داء الغوريلا، ونظمي حس حاله عنده إعاقة زيه زي أحد ابن نادردان. والنساء ما بتقبلوه عشان هيك عنده غريزة بقتل النساء. وهنا نظمي شك بأحمد لما سأله أنت قتلت قبل هيك، وحكاله أنا راح أشوفك المرة الجاي وسابه وراح، ولازم يرجع يمثله مرة ومرتين وثلاث عبين ما يلاقوا نظمي. وآخر شي نظمي ركب بسيارة أحمد وأخذ منه التلفون ورمى وحكاله اطلع بدي أورجيك شي راح تحبه، وشاكر ما قدر يلحقه وشاف تلفونه مكسور، ومالهم غير يتبعوا جهاز الايباد تبع احمد الموجود بصندوق السياره ويعرفوا مكانه. وهنا وصلوا منزل نظمي واحمد ميت من الخوف وكل احساسه انه في شيء مش مزبوط، واخذوا للقبو ورجاء اعضاء بشريه ومجموعه كثيره من الضحايا، واعترف له انه هو السفاح المترو وخميس مجرد ضحيه من ضحايا. ولما الشرطه عرفت انه هو السفاح راح اخذه وقتله وخلاه يبصم على الاعتراف على جرائمه وينتحر. وعشان يتأكد أحمد إنه هو السفاح ورجاء أعضاء البشرية اللي كان يأخذهن من كل جسد أنثى حتى كون هذا الجسد الكامل بس ناقصه الرأس، وحكى له كل واحدة من اللي قتلتهم فيها صفة كريهة اللي بتخون اللي بتكذب والطماعة، وأخذت من كل واحدة جزء عشان أكمل الهيكل ده، وبعد هيك أحرق أمه بكل صفاته الشريرة بجنس حواء. وفهموا كمان انه ناقصه راس عشان يكمل الهيكل، والضحية موجودة وهي الدكتورة عبلة، وناولوا سكين وحكاله يلا اقطع راسها، ومن تياسته وعجقة اللي وقع فيها البالون اللي حاطه على ظهره خشت فيه سكين ونفسته، وهيك انكشف امره
اصلا هو كشفهم من قبل وشافهم بيحكوا بالقطار، ولما باس ايده الدم اللي على ايده كان عصير فراولة. وعجبك يا باشا؟ لا سكره كان زاعق قوي. والله قلت لها مش انا قلت لك نجيب زيت كاتشب نخلص الليله بدل ما احنا هنموت، اعمل فيكي ايه؟ وهنا وصلت الشرطة مع أصدقاء أحمد إلى منزل نظمي، ونظمي ربط أحمد وعلقه بالسقف وحكاله تفرج علي وأنا بقطع حبيبة القلب، وأحمد متكتف ومش عارف شو بده يعمل وكيف يتصرف، وبسرعة ثبته بين رجليه وعبلة حاولت تفك حالها ونجحت ومسكت سكين وهجمت على نظمي، بس للأسف ما قدرت له ورماها على الأرض ومسك سكين وطعن رجل أحمد وراح ليكمل على العبلة، وبالوقت المناسب أجت الشرطة وأنقذت الموقف ومسكوا السفاح، وعدت عليهم شهور وتزوجوا وكانوا يستنوا مولودهم الجديد، وفجأة أجاهم خبر إنه السفاح قدر يهرب من الشرطة. هنا تنتهي قصة الفيلم. إذا عجبك الفيلم اضغط لايك ولا تنسى الاشتراك بالقناة، قناة ملخص أفلام.